أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، الله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حكب لابنا يا آيات اللبات يا اللبات وصورة الأنفال كمدة. وها إلهي سبحانه وتعالى نقول رمائي تربية إلهي وتربيينا يو ضدك مؤمنين تأه أولاق إلالنا يو إلهي سيد كفارتي وكلاء النغضان ذاتك مؤمنين تهو إلهي رسولك سأدعو لإلهي هنجي سنو رسولك عليه الصلاة والسلام خلافنا أذنكو مغليسين قرآن كي مواعيد مغلاية هنقونا أيو لإلهي سيدا كوة وحوية مارتيا إلهدين وانو مقالني أيوان وحبانان مقالن تدبر يمن أنا لا إيمان إلهي حول سبحانه وتعالى إن شر الدواب دابة ديالة أو شرط بضان عند الله إلي أكتيسة الصم مثل مغل كالعلوي البقم أو أفكال الذين كوا صلى يعقلون وحبانا قرنين أيضا وحا انت أقرن أو عشر كانوا كبلا بنايو وهي كسود دكتال إيري كوح أو مارت يا كتر سن ملي بني عبد الدار ابن قصي نوان كاسو وحا إليه جران مركي قرآن لو شاقو أو لو عدي أو خير كالو شاقو نحن صم بقم أي إهجان عمي أما جاء به محمد أنه وحانهي لمن دق الله أو أفلا أو إن الله أيانهي وحانا إنت أسكال أنهي وحا محمد أوليم أبو جهل أي صورة عين أي ومركاسي دقال نبغينا عليه الصلاة والسلام إيه أسحابتي سأوصع ضمانين تبذر لما أنتوض ميشي يقول لما دينا لي محايلة ضدك أهل الشرطة وحاوية وحا مركز آفا قد عضا ذاتك حقا كسوه الرجيدة إلهي بعد لما ينهي سبحانه وتعالى لما أنتو ذال الدلالة إننا كما إسلامين إلا لبن نمو ياني كل قد وحاوية قال لما يقول انتان لبن نمو مركز إننا ديه جري مصعب ابن عمير إننا ديه جري مارتا يا سبيد ابن حرمالتا لبن نمو كريه أيا فره ميسالي مركا إلهي وحقوط الماما يا نمنك كان إيه وحي الله مدها الولجي إذا إنا يشر الدواب إيه الرضا تنوحا كنت كباية أو كصعة أو إلهي مخلوق إيسا قوة وشرطة بضان إنيه دوابته وحاوية حق اللغة وحالي لما دب على وجه الأرض يا ليلة الرضا دوش هذا وحا كنت كباية ليلة عاقل هالنغض أما غير كيسا النغض حق لكن عرفك وحالي ليلة وهو خاص فيها فردها إيه بقلها إيه ضميرها وي آيادة مكة وحاقصوغان غاية الدم آياقصوغان هيدارتين أبعاي ميش أودان بيسوي أوحال وعاية حتى إنك شاب ذيهن أيغا إيا مارتيا دوفارك دوفارك إيغا إيا مركاسي دميرك إني حتى كسيحيهن معايا لبخلوق بني آدمكو مرها دي وضد إلهي أو كرب أو كلاحظو حيوان كدن أي وحكا سو كليتا أو أيغا وكليتا هو خنزيركو وكليتا هو دميركو كحيه maayil xayawaankaas ayaga alla sidoo u abuuray iyo mabdi in loo abuuray ku taagan yihiin laakiin asagu wuxuu ka tanaasulay wixii laga rabay ayuu ka tanaasulay alla markaas wuxuu dhahay inna sharrad dawabi daabadayaalo kuwa ugu sharta badan
عند الله لي أكتيسة الصم وامتك مغلق لأله عن سماع الحق وي حق إلو دقيسه مغلق أنت رمان دقى قبا مأهن أو حلق مغلي قف كو دقاها إلهي كو أبوري حق هدو سن كو دقيسنين أو سن حق قادنين شر الدواب واي البقم أو أفك لأله وي هدنا وحوي هدو سن حق كو دواقين اي أفكي سباد المويان وحك لأو سن كشيقين شر الدواب أيون قنايا الذين كوا صو عيون الاله لا يعقلون وحبا ان غرني ما هي ضدك النوع عاسى وحي غرتان لما اركو وضد الهي سبحانه وتعالى عقلك كقاضي ولو غور علم الله الا كو اغيهو الهي فيهم ايغا دخوده خيرا خير هدي الهي سلاح كو اغيهو الله كو ابوري حق اي كو دغيستان لا اسمعهم الهي ومقشيل هاي سماعه تفهم وي مقل او وحا وي اي فهمان وي لكن إلهي سبحانه وتعالى خيركم أجا وح مغلين إلهي بان خيركم أوين معناه وحلا جودة إلهي خير ما أبوين وين وحن خير لا أبوين عد وح مغشيك رتاي مجرد ولو جور علم الله ألا أوجيه فيهم أجد حوض الله خيرا خير لا أسمعهم الله ومغشي لهاي لو لقدرنا الله وهو لا ولو جور أسمعهم الله ومغشيه أيضا مركز إلهي خير درأو كأبوري هذه العلا لما قشيه لتولوا ويجيس لها ينود إلهي والحال هم يقولون معهدون كوجيسئهم ولو قر أسمعهم الله وما قشيه هذا إلهي حكم كيس أزل واي أيضا هر اللوغو قدري هذه لما قشيه وحبك ديه ما ينوي وإلهي سبحانه وتعالى فصوشي أو وكيل كأهدي وحما قشيس أما علماتي أي وحما قشيس ولو قول أسمعهم الله ومغشيون إلهي ها وعما يشهد وقد علم الله خير فيهم لتولوا ويجيساهين والله ويكجيساهين أما سماع والحال هم يقولون معهدون كويجيسين وقبول كيسو يجيسين كجيسين وعناد إيه جحود وي مدح أضيق إيه كبير واي هذا مركة قراءة أساس ديهين إلهي وحول عددك مؤمنين تا يا أيها الذين دلك أمنوهم أيانو استجيبوا أجيب لله الله أجيب يا والرسول رسولك إذا وطي دعاكم إذن كويران لما شيء يحييكم إذن نولين آية واعلموا أقاذني أن الله الله يحول إنه كالتين بين المرء روحه إيه وقلبه قلبيس وأنه ألني إليه إساق حقيس تحشرون إذن صوك المناتاس أقاذوا الإله مؤمنين تأيى إليه حوليه أصوص فذا إليه أقول نادين آية يا أيها الذين دلك أمرهم أينو استجيبوا لله ألا أجيبوا لإله سبحانه وتعالى ووحي إلهي سبحانه وتعالى إذن كويرو أجيبوا قولتا صوكا لانتوض مرنبها النقنة إذن كإلهي سبحانه وتعالى خير أيو إذن أبوري استجيبوا لله ألا أجيبوا لإله وللرسول الرسول كان أجيب ورسولك إلهي أضاع إذا وطي دعاكم إذن ييران أما إذا وطي دعاكم ودي رسولك لما شيء يحييكم إذن نولين أيوه أمر الدين كاسوي مع الدين توا صواب الحياة واي الأبدية حياة هذا هو أبدية ذا هو أن ما تكرهين هو مد آخرة أي مكة أثي صواب الطاي حياة في عن إنه قفك هلو هو أبدية دين تصابه قفك دو دين تكتغه وحقي ما هو ليه مجرتوي حياة خسارتي أو مارتي هوكتي أيو أدوني آخرة وكون نولانا يا هذا إذا دعاكم تان مركزي الدور رسولك ذي والإفراد يالي معايا الدعوة رسولك حقيقة هي لله إلهي بأسقنات رسولك عليه السلام دعوة ذي دعوة الله وي رسولك أي الله شاقي مرغم يلها قاركوت أولا معايا لأسقى إليه حقيسك سوء قارسين أي من يدعي الرسول فقد أضاع الله وطول إلهي رسولك قفك أضيع إلهي وأضيعي وأضيع الله وأضيعه مرنا إلهي وحوضي إلهي أضيع رسولك أنا أضيعه marka labadaas way iska laasimaayaan marka suudha ilaahi ila waqtigi dacaakum wadi yeero lama shay yuhiikum ida wax kale ma noogu yeeri ma rasuulkeena cali sallallahu alayhi wasallam lama shay yuhiikum ida noolaynaay waxa way waxa nabigu noogu yeeraayo waxna noolaynaay waayo nolol baa lagu tilmaamay hadii waxa nabiga noogu yeeraa aan ka leexano nolosha baa meesh ku baabaysaa waa lama ogaado dhahdana alle annallaah alla yahuulu inuu kala teedaayo بين المرء روحه وقلبه قلبه وإله قفكسه إله إنه عالم فيه تصاريف تيسه أيو إله سبحانه وتعالى وكوكلت هذا
هي أحكامتي سوي وهي أرنتان كنايكتها الله سبحانه وتعالى إنه أقرب للشخص من قلبه إلهي سبحانه وتعالى شخصك أما أدونك قلب جيسا سنه وقدويه ومن قلبه لذاته قلب جيسا إنه وقدويه ذات جيسا وقدويه قلب جيسا وسيدويه بل هو أقرب من السمع للأذن لفت مقل كذا سيء وقدويه كسيدر وقدويه أرق إيش كجر سوء وقدويه كدر وقدويه جسدك الله تابنا أيوه سي مارتيا جسدك وقدويه أيوه وسيدويه وحيابها سنك وورنا أيوه وسيدويه ذوق اللسان كو سيدوي قربي مركز ايا لا شبهه حيلولا لو شبهه وها لا عاريه قات مركه اسك مشبهه به او حيلولدا وها لو عاريه قات مشبهه او قربي قهوي حيلولدي ايا لا اشتقاقي او يحول بمعنى يقرب ينقنيس على سبيل الاستعاره التسريحيه واي او تبعيه مركه الله وضو دحاي واعلموا اوغاده ان الله الله يحول انه كلتيدايو بين الماء روحه هي وقلبه قلب يس او مركاس waxaa weeye fala yasadiicu qofku markaas ma akaraayo inuu ilaahay rumeyo ama uu ku kufriyo ila ilaadada alla mooyee wogaado dhaadana alla wa annahu alla ilayhi isaga xaqiisa tuxshurun leedin soo kulminaayo adduyadan markii laga tagane maalinta qiyaama mahsharka ilaahay aksiisa la tagay isaga cid walba xisaabinaya hadana alla wuxuu dhay wata uu ka dhowrsada muuminiina فدنا كان فدنا كان أو صدق فدنا ذا لا تصيبن الذين كوا أن أصيبين ظلموا ظلم غفري أو منكم إذن كإذن كمذا خاصة خاص لما أن أصيبين واعلموا أجدنا أيها الله أن الله الله شديد العقاب عقاب كيس أليه درين ويا إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين توهوا لا يهاي فدنا سبب كذا كان أو صدق ومعاصي ذوي محايل معاصي ذو حيث سبب تهاليري masaa'ib inay soo degto oo adduyo masiibooyinka haddana haysta waxa ka dambeeya macaasiba ka dambeysa dambiba ka dambeeya dadkaas dambiyaalka ayaa markaas loo baahan yahay in la iska qabto bari laga noqdo ayaa loo baahan yahay arintaas inaan iska ilaalino hadii la isugu fiirsado musiibo oo caama oo ki suumigiisa ay ku timiday musiibadu ku dhacaysa ki kalena ku dhacayso wada amimaysa dadka ayaa iimaaneysa بلايد مركي سوى دكتور تعم صالحة وطالحة وي قفك مارتيا صالحة هي قفك مفسدك ووضع عمي لكن دار الدنيا أساس وي حد هذا المركي أضو وحبا أذن كود درسنين أوذن هالي كان نقونين أوذن سبب أذن كون نقونين إن مركي سين بلايد اعتماد أوذن قفك سوى قرب سينين الدنيا ظهر تلقى فك مايو لكن آخر قفل بعمل كيسو أقولي مركي فالظالم لذلمه وتظالم كوحلو عذاب أيو ظلمك او سميه وي لكن غير ظالم كان وحاوي وحا اسغن عذاب قلاي وا اقرارك مكاس او اقريو حال وي يا امسنانت او كاامسه وي يا انو حمانت كريباي منكرك وي حديث وا توهي معنيهس ظالم كو وحو لميد هي جماعه او مركاسي دون ميشه هوستا او غا جرا ايو مارته هو لميد هي ظالم كمد كان هينا اسغونه جماعه او مركاسي دونتا ميشه سره كسارن ayuu markaas ayaguna lamid yihiin marka qoladii hoos saareeday ayaa waxay damceen inay doonto hoos ka dilaaciyaan si ay biyo u helaan hadii marka laga qabo waayo qoladaas qoladii koro iyo qoladii hoosaba waa maashuudaya hadii la iska daayo waa wada maashuudayaan kuwa hoos jooyo kuwa joojo hadii kuwa kan doonto hoos ka dilaacinaayo markaas la daayo hadii laakiin waxa weeye laga qabto dhamaantood waa wada korayaan kuwa markaas dambiga inay galaan rabay iyo kuwa kale intood wada kulaaya xadiisa waxa uu ahaa inna allaha laa yu'adibu al-aamata ilaahi aamada halaagi maayo dadka si caama u halaagi maayo bi'amali al-khaasati inna allaha laa yu'adibu al-aamata bi'amali al-khaasati dad gaar ah dambi ay galeen dadka dhan lagu halaagi maayo ama lagu cadaabi maayo xataa yaraw al-munkara ilaa munkarka ay ka arkayaan dadka markaasi waxa weeye caamada bayna dhahraaneen dhaxooda lagu sameynayo وهم قادرون مركزنا أي أودان على أن ينكروه فلا ينكروه إن إنكران أي أودان ينكروا أيان هذا يعرف ده صدع ده هو أيه ومنكر كفر تيجي كر أي كفر تيجي وأيان عذاب الله العامة والخاصة ضدك جود 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 أهانات يا ضدك جار كهو دم بيجا جاري إلهي هو ده عذاب يا أثر كلامه هي هذا مركي دم بيجو خدي أدو أي عم متو أغلظه
qofki markaasi xaadira oo inkira qofki markaasi goobjooga oo inkiro ka hor yimaada qof ka maqan uu ka dhigan yahay qofki ka maqan oo goobjoog ahayn oo raalli ka ahne qof jooga uu ka dhigan yahay dad waxaa jira hadda masalan ba dadka oo gudaha jooga dibadaha jira oo markaasi macaasidooda iyo waxa ay haayaan iyo dembiilanimadooda ku taageerayaal ugu ahaa jira waxay ka dhigan yihiin ayagoo joogay ka dhiganta qofkii meesha jooga oo waxaas raalli ka ahayne waa weye isagoo ka maqanay ka dhiganta marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wattaquu ka dhowrsada oo iska ilaaliya fidnatan fidna iska ilaalisha inay idin asiibto weeye fidnadaasoo laa tusiibanna aladiina kuwa aanan asiibaynin dalamuu dulmiga falay oo minkum idinka idinka mida khaasatan khaasnimo aan u asiibaynin bal sacumuhum kayrum ayagana way camimaysaa kayrkoodna waa camimaysaa saa looga dhowrsanayaa waa in waxa markaasi munkarka ay sameynaan laga hortaga weeye munkarka darajooyinka looga hortagaane xadiisaa rasuulkeennu ku sheegay calayhi isalaatu wasalaam markii waxa weeye qofku uu awoodo gacanta ayuu ku suulinayaa marka uu awoodi waayo lisaanka uu ku suulinayaa marka uu awoodi waayo qalbiga uu ka nacayaa wadaalika allah caful iimaan iimaan meeshaas ka dambeeyana ma jiro waclamuu ogaadow dhahay allah subxaanahu watacaala ana allaha alla shadiiduulciqaabi caqaabkiisu alihiu daran yahay inuu yahay qofka khilaafo ilaahay uu ciqaabaayo wadkuruu xasuusow dha ilaahay id waqti antum idinku qaliilun kuwa yar aad heedeen kuwaasoo mustadcafuuna lagu laciibsado fil ardi dhulka dhexdiisa mu'miniintii waxa weeye dagaalkii beder ku guulaystay oo awoodda ilaahay uu siiyey ee gaaladii sanaadiidda heed jebiyey ayaa ilaahay wuxuu leeyahy sida tan wadkuruu xasuustow dha ilaahay mu'miniinow id waqti antum idinku qaliilun kuwa yar aad heedeen mustalcafuuna oo la laciibsado fil ahluka dhexdiisa ahlumaka weeye takhaafuuna xaal aad ka cabsanayseen an yatakhadafakum unnaasu dadku inay idin dafdafaan takhaafuuna ana xaalay kartaa xaal aad ka baqi jirteen an yatakhadafakum unnaasu dadku inay idin dafaan gaalada weeye markaas ooy markaasi idin dafaan oy idin laayaan ama ay dhulka idinka saafiriyaan oy arrintaas idinku sameeyaan fa aawaakum dabeedna alla uu idin dumay ilaahay maka uu idinka weyday markaasaa madiine ilaahay suu kii geeyey xooggiinna iyaa aruura marka fa aawaakum dabeedna alla uu idin dumay wa ayadakum alla uu idinku xoojiyey binasrii nasrigiisa uu idinku xoojiyey wa ayadakum alla idinku xoojiyey binasrii nasrigiisa maalintii beder weeye malaa'igtii oo la dagaalantay waa taanu soo maraynay wa razaqakum alla uu idin arsuqa min adayibaati shayaala dhiibaho xalaala waa qaniimadii gaalada ay ka qaateen warasaqakum alla uu idin arsuqay min adayibaati shayaalo oo dhiib ah oo xalaala ilaahay idinku arsuqay qaniimada gaalada laga qaadanayo weeye lacallakum inaad tashkuruun aad shukrisaan waxaa laydinka rabaa marka inaad shukrisiin oo nicmada waxaa la rabaa in ilaahay lagu shukriyo subxaanahu watacaala nicmo kasta nicmatu dunyaa wadiin waxay ahaataba alla in lagu shukriyaa la rabaa say nicmadu u ziyaado saasaa markaasaa la doonayaa waata u dhay ilahay lain shakartum laasiidannakum walain kafartum min cadaabii la shadiid saasay mu'miniintu ahayd markaasa ilaahay saas ka dhigay nicmo kastoo xaadisahoo timaadane shukri baa la doonayaa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenoo ayuu dhaha alla haddane laa takhuunuu llaha ilaahay khiyaanina iyo warasuula rasuulka ha khiyaanina watakhuunuu walaa takhuunuu ha khiyaanina ammaanaatikum ammaanooyinkiina ha khiyaanina waxa laydinku aaminay oo diin iyo kayrkiisa walxaal antum idinkuna taclamuuna aad ogsoon tihiin waclamuu ogaada annamaa amwaalukum maaliyaalkiina iyo wawlaadukum wawlaadiinu fidnatun fidna inay yihiin oo idinka jeedinaysa umuurul aakhiraha wa ana allaha allana cindahu agtiisa inuu yahay ajrun ajir ajirkaasoo cadiimun oo weyn taas ogaadow ilaahay aayaddan hadda waxa weeye waa iska caam laakiin culummadu waxay yidhaahdaan waxay iska leedahay sawi nusuula iska laheeday waxay kusoo degtaa nin la dhihi jiray abi lubaabata oo magaciisa la dhihi jiray marwaan ibnu cabdilmundir la dhihi jiray ninkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa nimanka la yidhaha bani qurayda gaaladii markaasi oo yahuudda ahaydoo madiine joogtay ayuu u diray si waxa weeye usoo jaasuuso usoo ogaado xukunkana ay maaragtay xukunkiisana ay kusoo degaan ooy markaasi waxa weeye cinaadka iyo ay ka soo laabtaan markuu u togay waxay yidhaahdeen haddii aanu soo tanaasulno iyo maxaana la ku samaynayaa markaasuu waxa u ishaaraalay in qoorta laga goynaa la gowracaayo waxuuna saas u yeelaale ciyaalkiisa iyo maalkiisa ayaga dhexdooda jooga markaasuu is yiri nimankan gacan ku yeelo
arintaas marka waxa weeye waana qiso aad iyo aad u dheer oo siiro u dheer ayaa dhibaato weyn keentay marka laakiin arintu caam weeye saas weeye marka ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu wa ta'aala yaa ayyuha alladhina dulka amruhum ayyanu لا تخونوا الله الله خياننا يا والرسول رسولك معايا أنت أزوحي نغنيسا إلهي رسولك صلى الله خياني نغنيسا قرن كمسلمين طول إسناي أو الله خياني نغنيسا هذه قالة وحوية سرت ضد كمسلمين مسلمين تلصيه ودولة إسلام كسرت هذا قالة الله بحيه أف كاسوس أساس نوضو أف خيانة قرن سميه نغنيا وخطر ويا أنت أزوح دم بآدي آدي وين وين marka hadda arintaas hadaan ku sheekay tagno 10 kale nagu noqonaysa marka hadda intaas aan ku soo gaabsanayna waxyaabihii markaas ninka la yiraado aba lubaaba markaas ka dhacay weey oo yiraadeen nimankaas war abi lubaabo waadna tan dirisna lahaj nala eho nala deganaa tahay ma kala tahay yiraadeen maxamed xuquukiisa inaan ku degno markaas uu haahu dhah laakiin gacanta waxa uu ishaareeyay dhuntiisa oo waana la idin gowracay u dhah marka hadalkaasi Abu Luwaab asoo ka sheekay waxa uu dhahay intaanan meesheeda ka dhaqaaqin ayaan garto dhahay Ilaahay Rasuulkiisa inaan khiyaano oo arintaas khatar ay tahay markaas uu baxay wada kala ayuu qaaday Rasuulka Cali (saw) ummad tagina la yiri ila masjidka tiirarkiisa isku xilaalay markaas uu dhahay meesheedan ka masuulaayo ila Ilaahay iga toobo aqbalaayo waxaan sameeyay halkeygaana ku xiraahay khabarkiisa markii nabiga gaar Cali (saw) waxyigana uu soo taaxuray manabu Cali (saw) waa u dhahay luu aniga ii imaalahay u dhahay Ilaahay dib u dhaaf weydiin lahay laakiin hadduu asuu hadda arinta isku sameeyay Ilaahay baa sii dayahay u dhahay makankiisa aniga waxba maaratay u qaba maayo soo Ilaahay inta ka toobo keenay luu kaash markaas Abu Lubaab meeshaas uu ku xiraa jiray ee lix habeena la sheegay ku xiraay ama dhowr iyo toban la sheegay ila hatta dhigihi oo beelaalay oo markaas uu ku dhawaadaalay indhaha hatta inay ka dhacaan naagtiisa ayaa waxay u keenay jirtaali aw ima jirtaali salaad ka istamaartay ayuu ima jirtaa markaas ay xariga ka furi jirtay markay ka furto ayay hadana ku sii xiri jirtay toobadiisa ayaa soo degtay nabu Cali (saw) ummu salaama gurigeeda isagoo jooga waqti aruurana markaas ay tahay nabiga isagoo qoslay markaas ummu salaama waxay tiri maxaa ka qosdi أضحك الله وسنك مركز صوت أي أبي لبابات وبدي لك أقبلي مركز يتري صعوب بشاري ماي وقت أو حي ذي وقت الصحور تا إلى سلوك يسوع مركز هو ها هذا دونت واستأكت مركز قولة ده حجر أي استأكت وأنا أنت عايز الحجاب سودك مركز أبو لباب وبشاري سو إلى هو كات وبأقبلي تذكي أسودك ده مركز حرقة كفران مركز صور ما يوده xariga ayga furana u dhahay ilaa rasuulka Cali (saw) iga furaayo oo gacandiisa iga furaayo waagi markuu si fiican u barbariyay ayaa anagu ka furay xariga marka arintaas arin waxay ahayd dheer ay ahayd oo arin yaab lahay ahayd macnaha waxa weeye gaalada sir la siiyo khatar ay tahay khatar khatar weeye arintaas marka isla markaas uu qartay marka laakiin caan weeye arintan al-ibratu bi'umumi lafzi la bixusab weeye ilaahay marka wuxuu dhahayaa ayuha alladina dulka amanu rumayno لا تخونوا الله إلهي خياننا هذا إلهي رسول كيسا لخيانا وي مسلمين تادين لخيانا وإلهي رسول كيسا لخيانا نغنيسا ساسي نغنيسا ما والرسول الرسول كخياننا وتخونوا ولا الله ذي أكود قدر هخياننا والإلهي أماناتكم أمانويتين وحي اللي ينكو آمني ودين إيا غير كيسا قفق وحال الربا وحي إلهي كو آمني رسول كيسا دين تاس لغو آمني iy hatta wii kalo asraara oo muslimiintu leeyihiin inuu qariya loo baahan yahay waajib ay ku tahay wal xaal antum idinkuna taclamuna adogsoontiin oo ilaahay waalamu ogaada hadda ninkan waxa la yiri marka maal u yiila nimanka yahuuda dhexdooda iyo awlaadiisa ayaa arintan shafaqada ah ama naxariista aanay girisaaliin marka waxa la rabaa maalka iyo awlaada in la iska ilaashoon daraadood aan dambi loo gelin markaas uu dhahay allah waalamu ogaada أنما أموالكم مالياركين إيا وأولادكم أولادين فدنة فدنة إليهم أولاد إيا مالك وافدنة ووحي مركاسي إذن كعلنا يعني أمور الآخرة هذه غفكة وحوية أولادي سيا مالكيسة أمور الآخرة هو غير مشغوله إلهي فدنة كره ذا يالي غفكاس مالكيسة يا أولادي سو وحفا إيدا لما وحفدنا كره ذا وي
waawga tiro dha Allah dane waan Allah alle indow aktiisa inuu yahay ajrun ajr ajrkaas oo cadiim oo weyn wari ajrkaas idin ka baxsan way idin ko maalka iyo owlaada ilaashada isdhaahay oo daraadooda xuq khiyaanaayo toobadiisina waxa ku soo degtay Ilaahay wuxuu riyaa ayuha ladina dulka amru rumayno inta taqulaha Allah dad ka cabsataan yaj'al lakum alla wuxuu idin yeelaya furqaanan kala saarid oo idinka waxaad ka cabsaneysaan oo Allah idin kala saaro ويكفر الله ودافيا أنكم هجين سيئاتكم حما يالكينا ويغفر لكم إلهي وإذين دافيا ذنوبتينا والله ألا نذو الفضل فضل أليه أصاحبه ويا العظيم أوي يا أيها الذين دولك أمروهم أيانا وأيو الإله إن تتقوا الله الله دادك بخدين ما شاء حالها وتقوى إن أبل لي ما يدعى الله نقضه يجعل لكم ألا وحوذي إليا فرقانا نور إلهي كلا سارد وبينكم وبين ما تخافون ilaahi wuxuu idin kala badbaadinayaa idinka iyo waxaad ka baqaysiin taqwadu marka saasaba kamid oo qofku aduu taqiyahay ilaahi wuxuu ka badbaadinayaa waxa uu ka khoofayo wayu kafir ama wanu kafir waanu asurayna wayu kafir alla wa asuraya ankum hagiinane sayyaatukum huma yalkini ilaahi idinka asuraya wayaghfir lakum alla wa idin dhaafaya dunuutinane waxaas waxaa dhalinaya taqwada wallahu alla nadul fadli fadli allahu usahiba wa alazim oo weyn ilaahi fadli weyn ayuu iska leeyahayo cid keeni karta aysan jirin fadligiisaas ayuu ilaahi subxaanahu wa ta'aala idin kula tafadulaya haddaa ilaahi subxaanahu wa ta'aala aad ka baqdiin haddana waxa weeye idinka iyo waxaad ka baqaysiin baa ilaahi idin kala badbaadinaya waxa la idinka asuraya xumaantii dambigiina baa la dhaafaya ilaahi fadligiisa ayaad helaysaan weeye laakiin waa markii alla subxaanahu wa ta'aala laga baqa weeye oo waxaas waxay ku xiran yihiin taqwada alla subxaanahu wa ta'aala marka casharkeen intaasuu ka egyahay allah subxaanahu wa ta'aala alam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu